تبادل لنادي سموحة، وراح يقبل زملائه من بدلاء نادي سموحة في هذا اللقاء. إنما التصويب المجري من خارج منطقة الجزاء بيمثل حلول مؤثرة، إنما هذه التصويبة كانت من بالفعل الحف ال 18. تمريرة حلوة، جملة حلوة 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 على طول أيمن أشرف بالقدم اليسرى على عدلته، على عدلته، تمريرة من جواو هرمان توصل لأيمن أشرف على عدلته والقدم اليسرى على يسار الحارس محمود أبو سعود لينجح فريق نادي سموحة في إدراك التعادل لهم في هذا اللقاء. واحد سموحة، واحد المقاولون العرب، وادي الكابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي سموحة.